بسم الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والآمرين بالقسط من الناس. أنا الموضوع الذي سأتحدث فيه مرتبط بالكلمة الأخيرة التي افتتحتها وهو الآمرين بالقسط من الناس، لأن أنا أنتطح لموضوع كبير وهو كيف نجعل الدين علما وكيف يصير الدين علما. هذا ربما يستنكره وقد أنكر عليه كثيرا وربما بعض لا يستطيعون أن يفهموه، ولكن لما نصير نفهم كيف أن الأمور التي لم تكن علما فيما سبق من الزمان كيف صارت علما دقيقا. مثلا نضرب أول زلزال حصل في علم الفلك، كيف كان الناس يظنون أن الأرض مركز الكون والأرض لا نهاية لها، والشموس والنجوم والكواكب والأقمار تدور حول الأرض. هذا في بداهة الناس، العالم جميعا البشر جميعا أخطأوا في فهم ما يرونه مضرب المثل في الوضوح هي الشمس. كان مدرسة المصدر أو مصدر الخفاء البعيد جدا أيضا عن الوضوح، وهذا يفيدنا جدا لأن الشمس أوضح شيء دليل على أخفى شيء. كيف كان الناس يرون الأمور بشكل مناقض، بل كان يترتب عليه فساد الكون لو صحت هذه النظرية. لو اتبع الحق أهواءه، أي تصوراتهم وتخيلاتهم، لو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض، لأن الفكرة التي كانت عندهم أن هذه النجوم وهذه الشمس كلها تدور حولنا خلال 24 ساعة، ولكن العقل الإنساني وهو روح الله، لما تكلموا عن الروحانية أنا أريد أن أغير الله أيضا مش إيه يعني بدأنا من بلد مجدي. أنا أريد فقط ألقي هكذا نظرة على هذا الموضوع لأجل أن يساعدنا على أن نكون في المستقبل الدين أيضا علم، وكل شيء يصير علما يصير عالميا. وهذا العلم الفلكي الذي كان خيال بعيد عن الصواب وبعيد عن المنطق الآن صار هكذا، كان خيال الناس، إنه صار علما دقيقا. بل لما عرف الناس قانون الأفلاك الإنسان استطاع أن يضع أقمار صناعية أيضا سريعة وبسيطة وثابتة أيضا، وبفضله نحن نتصل بعضنا حول الكرة الأرضية كلها. هذا العلم الدقيق أخذ جهدا كبيرا، لأن أول من انتبه إلى هذا لم يكن يجرؤ على أن يتحدث به. وربما أنا لما أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع أن أجعل الدين علم يسخرون مني هكذا. أجد أنا مرة ألقيت محاضرة في الموضوع وواحد قام يعني بعد المحاضرة قال والله أنا يعني رجيت بالمحاضرة، ولكن أنت تريد أن تجعل الدين علم والدين ضد العلم، وهذا لا يمكن أن يتفق مع بعض. قلت هذا أنا سعي إلى ذلك وأرجو أن أوفق إلى ذلك أيضا. وأنا أشعر أنه يمكن، لأن الناس مهما أنكروا الأشياء فإنهم سيألفونها. والقانون الذي يحكم الكون لما نعرف قوانين الجاذبية أن الذي يحفظ نظام الكون رفع السماوات بقانون العدالة،
وهو أن الجذب والطرد لما يتساوى تصير الأفلاك تدور بنظام دقيق مليارات السنين. الشمس نحن ندور حولها ربما الولادة منذ 4 مليارات من السنين، ولها عبر أيضا 8 مليارات من السنين حتى تسند وقود الهيدروجين. يعني هذه الأشياء لم تكن معلومة، والعقل الإنساني هذا الروح الذي نفخ الله في الإنسان، وبهذه الروح يفهم سنن الكون، ولما يفهم سنن الكون الكون يتسخر له. حتى في السفر الأول سفر التكوين، أخضعوا وتسلطوا عن الكون، حديث موجه للإنسان. والقرآن يقول لنا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في الواقع التفكير في هذا العقل الإنساني هو الخلق الآخر، لما قال عن الإنسان ثم جعلناه خلقا آخر. والإنسان هذا فيه روح الله، إذا كانوا يقولون المسيح روح الله كلنا من روح الله، نفخ في آدم روح الله. روح الله هو روح المعرفة، القدرة الذي يمتاز به عن كل الكائنات الحية، ليس بعضلاته وإنما بدماغه. وهذه أيضا مصادرة أخرى أو خطأ طريف أيضا، أن الناس ما كانوا يعرفون أن الدماغ هو الذي يفكر أو هو الذي يربط الأسباب بالنتائج، وكان الناس يشعرون جميعا أنه القلب. وحتى القرآن تحدث عنه وقال لهم قلوبكم لا يعقلون به، يعني إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لكن في الواقع القلب مضخ فقط، والبشر أدركوا هذا. وإذا كان يمكن أن يتغير يتغير بعلم، ليس مجرد أنه أمن الله قال يعني أنه القلوب يعقلون بها، لأن القلب أخرج من الإنسان ووضع في إنسان آخر ولم يتغير شيء منه. ولكن الدماغ هذا الذي يحمل التاريخ، يحمل ليس فقط تاريخ الفرد وإنما تاريخ المجتمع وتاريخ الإنسانية. هذا الدماغ الذي يحمله ودائما قابل للزيادة وتسخير، قابل للزيادة والتسارع أيضا. فلهذا أقول أنا يعني أن الفلك هذا الذي لم يكن علما، بل أنه قبل 407 سنوات عام 1600 ميلادية 17 شباط أحرق جراندو برونو في ساحة عامة في روما لنظريته في الفلك. ولكنه عام 2017 شباط إيطاليا كلها احتفلت بذكرى ذلك الرجل الذي أحرق مظلوماً بواسطة الكنيسة، أحرق وبواسطة الدولة. يعني الدين والدولة تشاركوا في هذا الحكم، كأنهم يريدون أن يبقوا العالم ويحموا العالم من النظام الذي قلب العالم. لكن الذي أريد أن أقول يعني أنا سريعاً ألقي هكذا نظرات فقط، لكن الذي حدث أيضاً أن هذا الانقلاب الفلكي، أن الشمس التي كانت صغيرة الحجم مثل رأس الإنسان فقط، التي كانت لا مانع أن تدور أو تركض حول الأرض كل 24 ساعة، والأرض لا نهاية لها، لا يعرفون لها نهاية، وكانوا يظنون أن السماوات مبنية على طرف الأرض. هذه الأرض التي لا نهاية لها صارت حباء صغيرة تدور حول الشمس، وعلى بعد دقائق ضوئية من دقائق من مسافة بعيدة، وتدور كل 24 ساعة حول نفسها، ثم بعد ذلك تدور في سنة مرة حول الشمس. هذا المفهوم قلب نظام الفلك، صار انقلاب فلكي في العالم، تغيرت الأوضاع كلها، والأرض التي كانت مركز الكون صارت حباء صغيرة. وأنا أريد أن أنقل أن هذا الانقلاب الفلكي صاحبه انقلاب اجتماعي في البشر. يعني أن هذه الأمور ترتبط علي، لكن مو مهم. العلم دائما يبدأ هكذا بأمور صغيرة ولكن كبيرة أيضا، مع أن الفلك أيضا يعني كان من السهولة جدا أن تقنع الناس أن الأمر ليس كما يظنون، لأن الخسوف والكسوف، الكسوف لا يصير إلا في المحاق،
و